أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على سيد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نكمل مع حضراتكم في أواخر، يعني مش عارف، يعني ممكن مرة الجاية أو بعدها ننتهي إن شاء الله، حتى نبدأ في كتاب جديد وهو في فقه إن شاء الله. يعني الكتاب الجديد والمرشد الأمين فيه فقه وسيكون جيد إن شاء الله. هذا الكتاب الذي نتكلم فيه اليوم، أنا أذكركم، الشيخ يتكلم عن أن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى وقت كثير، فقد يطول بك الوقت في العبادة ولا تصل، وقد يكون الوقت قصيرا وتصل. هذا كلام الشيخ. يعني أنا ممكن أقرأ القرطبي ولا أفهم القرآن، وممكن أقرأ الجلالين أفهم القرآن، والعكس صحيح. فقد تصل إلى المراد في وقت طويل وقد لا تصل، وقد في وقت قصير تصل إلى المراد. ما هو المراد؟ المراد رضا الله، المراد أن تكون على المنهج الإلهي، منهاج يعني طريق العابدين الموصل إلى جنة رب العالمين. كل درس الشيخ يذكره في الكتاب يدل على التسمية، لأنه يقول هذا طريق يوصلك إلى الله، هذا طريق يوصلك إلى الله. لكن الطريق إلى الله ليس سهلا، بل هو صعب، تكمن الصعوبة في عقبات. تعرفون المسابقات في التلفزيون كده، يأتي بمسابقات، أول مسابقة يعوم في ماء ثم يجري ثم يقفز ثم يصعد ثم ينزل ثم مش عارف يعمل إيه، كل مرة تزيد الصعوبة تزيد الصعوبة إلى أن يصل إلى النهاية. هناك من يصل في ربع ساعة، هناك من يصل في خمس دقائق، هناك من ييأس، هناك من يقول وإن تأخرت لكن سأصل، وإن تأخرت لكن إيه، ده العبادة مولانا. عشان كده مهما ضاعت منك الفرص فلا تحزن. أنا عندي الآن يعني قريب من 50 سنة عمري، لكن أنا لم أحفظ مثلا البخاري. طب مولانا كيف تحفظ البخاري؟ أنت ممكن تعيش 60 سنة 70 سنة تحفظ البخاري وأنت عندك 50 سنة؟ هذا يأس من الشيطان. طيب مولانا، نعم حاول تحفظ، فمن الممكن الشيخ يحفظ 500 حديث ويموت. الأول سيموت من غير 500 حديث، والثاني مات وهو يحفظ 500 حديث، أيهما أفضل عند الله؟ من يحفظ 500 حديث. فمن هنا الشيطان له عندك في الوقت مدخل. مولانا نعم، أنت عندك كم سنة؟ 50 سنة. هل حفظت القرآن؟ أنا صراحة حافظ 4 أجزاء. مولانا طب احفظ القرآن كله، كيف نحفظه ونحن على مشارف الموت؟ مولانا لأن تقابل الله وأن تحافظ 10 أجزاء خير من 4، أن تحفظ 11 خير من 10. طيب أنا يعني أريد الآن أطلب العلم، كيف تطلب العلم وعمرك 50 سنة؟ طلب العلم في الصغر، ومن أدركه في الكبر لا يدركه. تعالى يا مولانا، لأن تقابل المولى وعمرك 60 سنة وتعرف بابا في الفقه، ولا تقابله عمرك 100 سنة وأنت لا تعرف شيء في الفقه. ومن هنا كلام الشيخ، إذا أردت الطريق إلى الله فلا تحسب الوقت، رب نظرة ترفعك إلى أعلى المقامات، ورب كبر ورياء يخفس بك إلى أسفل الدركات. ومن هنا الهداية سهم من الله يصيب به من أراد التوفيق، ولا يصيب من أراد الخذلان. والله لا يسأل لماذا وفقت فلان وخزلت فلان، والدليل فعال لما. هذا خلاصة الباب، ألا تغتر بالوقت،
وما دوم وما كانت الشمس لم تخرج من المغرب والروح لم تصل إلى الحلقوم فإن الفرصة قائمة. ها، متى لا تقبل التوبة؟ في حالتين، إذا بلغت الروح الحلقوم كيف تكلم؟ يعني لو الروح في القدمين في توبة، لو الروح إلى 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 الوسط في توبة، لكن إذا وصلت إلى الحلقوم كيف توب؟ طيب، وإذا خرجت الشمس من المشرق هذا طبيعي، لكن إذا خرجت الشمس من المغرب لن تقوم الساعة إلا على مين؟ حديث مولانا، لن تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ده حديث مولانا. ولن، في حديث آخر، لن تقوم الساعة على امرئ يقول الله، عندما تقوم الساعة لا أحد يعرف كلمة الله. أكرر، لا أحد يعرف كلمة الله. أين الكعبة؟ هلكت من زمان، من زمان أوي. أين الصلاة؟ هلكت مولانا. أين علم الفرائض؟ خلاص كله مات. ده دليل إن الشيخ سيموت. كله مات. مين الموجود؟ لا يعرفون الله، لا يعرفون الصلاة، لا يعرفون شيء عن الإيمان. فسيأتي الشيطان ويقول لهم ما لكم تركتم ربكم الذي خلقكم. مين؟ من الذي خلقنا؟ فيأتي بالأصنام. هذا كلام ابن كثير في التفسير، حيث قال أن الأصنام أول ما عبد من دون الله، والأصنام آخر ما يعبد من دون الله. أكرر، الأصنام أول ما عبد من دون الله، والأصنام آخر ما يعبد من دون الله. دول شرار الخلق مولانا، عبدة الأصنام مولانا. هؤلاء شرار الخلق، عبدة الإيه؟ الأصنام، الذين لا يعرفون الله. لكن ما دامت الروح لم تصل إلى الحلقوم والشمس لم تخرج من المغرب، فباب التوبة مفتوح، والتوبة الصادقة مقبولة. وذكرنا في الحلقة السابقة أو في الدرس السابق الرجل الذي كان من بني إسرائيل، إلا أنه تاب ولم يصم ولم يصلي ولم يفعل شيء، إلا أنه ترك أرض المعصية وذهب إلى أرض الإيه؟ الطاعة، فمات في الطريق. دخل الجنة ولا النار؟ دخل الجنة، لأنه كان أقرب إلى أرض الطاعة بشبر. ما الذي أدخله الجنة؟ التوبة الصادقة، التوبة الإيه؟ الصادقة. قول يا ابني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. قلت أنا: ومثال هذا الطريق في الدنيا الصراط في الآخرة. الصراط في الآخرة يضيق ويتسع بحسب العمل، فهمتم يا شباب؟ يضيق ويتسع بحسب العمل. في حرامي مولانا عندما يكون في مكان البوليس هو خائف، وفي رجل ما فيش مشاكل راح يفعل بطاقة، عندما يكون في قسم البوليس هو لا يخاف، الاثنين في مكان واحد، لكن هذا يشعر أنهم يمسكوه والآخر يشعر أنه في أمان. ما الفرق بين الأول والثاني؟ العمل. فهذا مواطن شريف رايح يفعل بطاقة، والأول مواطن سيء حرامي كأنه ينتظر العقوبة، فهمت؟ الاثنين في مكان واحد، ليس كبير ولا صغير، هو هو، ولكن هذا موطن خوف وهذا موطن أمان. فصاحب العمل الصالح على الصراط في أمان، أما العمل الفاسد فبمقدار فساده يضيق ويتسع، وبمقدار صلاحه يضيق ويتسع. اليوم أنا الحمد لله عندي 1,000,000 جنيه أشتري سيارة جيدة مولانا. طب لو عندي 4,000,000 إن شاء الله جيدة، ما أعرفش يعني أغلى سيارة في العالم بكام؟ كم يا زكي؟ قول أنت من محبين السيارات. أغلى سيارة في العالم 4 جنيه، لكن أنا بمالي أشتري سيارة.
في سيارة ب50,000، لكن ما الفرق بين هذه وبين 4 مليون؟ في فرق. 4 مليون عندما تفتح الباب تقول لك جود مورنينج، فهمت؟ تجلس الكرسي يعني كأنك تشعر أنك مش عارف، مش عارف 4 مليون بيعملوا إيه. 50,000 جنيه مولانا عندما تنزل وتمشي مطبات فوق، في فرق بين الكرسي 4 مليون وفي فرق بين 50,000، فهمت مولانا؟ حتى لما تمشي بسيارة 4 مليون في الشارع، والله لا أمزح، الناس تخاف بسيارة منك، لأنه لو يصدمك استغفر الله، لو فنوس سيارة 4 مليون 100,000 جنيه مولانا. فكمان تجد السيارات تبعد عنك حتى لا تصيبك بها بسوء، لكن 50,000 ممكن يضربوك يعني، فيش مشكلة، فنوس ب 100 جنيه 200 جنيه. عملك الصالح زي مالك في الدنيا، معك فلوس كتير أنت غني، معك فلوس قليل أنت فقير. الفقير له عيشة والغني له عيشة، يوم القيامة ما فيش فلوس. إن أكرمكم عند الله إيه؟ ومن هنا بقدر عملك الصالح يتسع الصراط. هناك من يمر في 6، موجودة في كتب العقيدة 6 مستويات للصراط، 6. هناك من يمر كالبرق لا تراه، وهناك من يمشي مسرعا، وهناك من يمشي ببطء، وهناك من يحمل، وهناك من يمشي على بطنه، وهناك من تتخطفه كلاليب، يعني ملائكة جهنم. الصراط أوله الدنيا وآخره الجنة وأسفله النار. فهو يمشي على الصراط في ملائكة، ماذا تفعل يا ابني؟ تأخذه طق، فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. الصراط أحد من السيف وأرفع من الشعر، أو أحد من الشعر يعني رفيع جدا. شوف شعرة امرأة كده مولانا، يعني لا ترى بالعين المجردة يعني. فما بالك من يمشي على شعر امرأة، يا ريت. وكمان سيف مولانا، يعني من يضع قدمه لا تحمل فيسقط. الآخر مولانا يمشي على صراط كبري، جسر كبير مولانا، يمشي في أمان. أنت تستطيع العوم؟ لا تستطيع العوم، لكن لو أنت مثلا تمشي بين قدح وبنينج في بحر الكبير ده، في كبري كبير كده، أنت عندما تمشي على هذا الكبري أنت خايف؟ تخاف؟ ليه؟ عشان كبري كبير مولانا، مع ان تحت من يسقط يموت حتى لو يعرف السباحة مولانا، مسافة طويلة، لكن إحساسه أن الكبري واسع فيعطيه أمان. إذن ما الذي يعطيك الأمان يوم القيامة؟ من أسبابه العمل الصالح. قول يا سيد زكي. ومثال هذا الطريق في الدنيا الصراط في الآخرة، في عقباتها ومسافاتها ومقاطعها واختلاف أحوال الخلق فيها. ليس كل إنسان يستطيع أن يأخذ في الامتحان 10 من 10، هناك من يأخذ 3 من 10، وهناك 5 من 10، وهناك 10 من 10. فكل إنسان بقدر إيه؟ بقدر عمله وبقدر استطاعته. العقبات ليست كلها سواء، في عقبات صعبة جدا، في عقبات غير صعبة. ونضرب مثال للعقبات، صلاة الصبح في عقبة لمن يستيقظ، وفي عقبة لمن يتوضأ في الشتاء من غير سخان، دي عقبتين مختلفين. في عقبة ثالثة من ينزل يمشي في الشارع في الرياح والبرد، في عقبة ثالثة من يصلي في المسجد والإمام يطيل أو الإمام يخفف أو الإمام الله أعلم بظروفه، في عقبة رابعة هل بعدما يأتي من صلاة الصبح سينام ولا سيذكر، في عقبة رابعة إذا ذهب، خامسة إذا ذهب إلى العمل أو الدراسة سينام كما يفعل معظم الطلاب ولا ولا ماذا سيحصل؟ مش عارف، عقبات كثيرة. وفي واحد كل هذه العقبات هو لا يبالي بها، لأنه ينام يستيقظ الساعة 10 صباحا، فهمتها؟ فيتوضأ في أمان ويصلي الصبح في أمان، ولكن لا يصليه أداء وإنما يصليها قضاء. طب الأول لازم محفزات، لازم مرغبات. من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام نصف الليل. العشاء نفس الفكرة، تضيع دائما في المواصلات أو تأتي أثناء التمثيلية أو أثناء معرفش المحاضرات أو العودة من المحاضرات أو أثناء العمل أو العودة من العمل،
العشاء سبحان الله ثقيلة على المنافقين، دي علامة. إذا وجدت صلاة العشاء ثقيلة عليك اعرف أنك من المنافقين. طيب من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ما دام في عواقب يبقى في مرغبات. في يا مولانا؟ مرغبات، عشان ترغبك فتتذكر. هو لم يقل من صلى العشاء، لكن اشترط في جماعة، ممكن أنت وزوجتك، أنت وأولادك، أنت وصديقك. لكن لو ذهبت إلى المسجد، صلاة المسجد شعيرة، فإن لم تصلوا في المسجد كل من يسكنون بقرب المسجد ويسمعون الأذان سيأخذون إثما، لأن صلاة الجماعة فرض إيه؟ فرض كفاية. أي عقبة؟ هذه العقبة لها صور كتير. في المال عقبة، تصدق عقبة، لكن في واحد ممكن يتصدق لأنه عنده مال كثير لكن لا يريد الصلاة. في واحد ما فيش مشكلة في الصلاة، لا توجد مشكلة عنده في الزكاة، لكن عنده مشكلة في الذهاب إلى الحج، لا يريد، يقول لك الوقت يضيع. واو. في واحد آخر في الزواج، مولانا إن لله ذنوبا لا تغفر إلا بالسعي وراء الرزق على الأهل والأولاد كما نشجع سيد زكي، لكن زكي لا يريد، لا يريد الزواج وعقبة الزواج. مولانا الزواج وأولاد ومسؤولية، ويريد يكون فري كده، يعني ما يأكل في الصبح نصف بيضة وأرز، وفي العشاء أرز وخضروات، ويعني في الساعة 2 كده يذهب إلى سوبر ماركت يأتي بكيكة وبسكويت ويعيش حر، ما فيش مشكلة عنده. لكن في ذنوب لا تغفر إلا بالإيه؟ إلا بالزواج. زواج مصروفات وبيت. من استطاع منكم الباء، قالوا ليس الباء المال وفقط، الباء الصبر على أخلاق النساء. تأخرت ليه مولانا؟ مش عارف ايه. النساء ما شاء الله البكاء عندهم كما كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله، تعرفون يقول لو أن السماء تستجيب لنزول المطر كما أن الدموع تستجيب للمرأة لكانت الأرض كلها خضراء. ولأن المرأة تبكي بسرعة، ومن يستطيع يقف أمام بكاء المرأة؟ فهمت مولانا؟ لكن الصبر، الصبر على النساء وأخلاق النساء ومش عارف إيه والتعاون في البيت و و و أمور كثيرة، هذه عقبة. طيب من عاش من غير زواج في حرية وفي أمان، ويعني ما شاء الله سيعي حياة جيدة، لكن في ذنوب صعبة شوية لا تغفر إلا بالسعي وراء الرزق على الأهل والإيه. إن الله لا يضيع أجر من أحسن إيه. خلاص قول يا ابني. واختلاف أحوال الخلق فيها، فمنهم من يمر عليه كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر عليه كالريح العاصف، وآخر كالفرس الجواد. شوفوا مولانا السرعة قليل قليل كده، السرعة قليل قليل. وآخر كالطائر، وآخر يمشي. شفت مولانا جاب السرعات من الأول كده، البرق لا تراه مولانا ينزل من السماء بسرعة، العواصف الهواء سريع لكن أقل شوية، الطائر أقل من الاثنين، من يمشي بسرعة أقل من الثلاثة. ها قول يا ابني. وآخر يزحف حتى يصير فحمة. يزحف يمشي ببطء ببطء، يعني الزحف ده يعني الله أعلم، يمشي على أربع، يمشي على بطنه، يعني يقول لك الزحف الجيوش وتزحف، تزحف يعني تمشي ببطء، لأن الجيوش مولانا مليون جندي، مليون جندي عندما يمشي من مدينة نصر إلى الدراسة ليس في ربع ساعة، ممكن لو جندي واحد يمشي بسرعة، لكن يمشون بالمعدات والأسلحة والدبابات والسيارات، فتجد دايما زحف الجيش يمشي بيها، يمشي ببطء، عشان كده يسمونها زحف. أو يعني في فكري زمان كانوا لك الزحف الأحمر زي الشيوعية كده مثلا، زحف زحف يعني أفكار، فالشيوعية دي زكي يقتنع بالشيوعية، زكي عشان يقتنع بالشيوعية مثلا ذهب ودرس وتعلم 10 سنين، ثم زكي جاء عشان يفعل مدرسة للشيوعية في مصر مثلا، يحتاج إلى 20 سنة 30 سنة حتى يجد 100 واحد يؤمنوا بفكره، بعد 200 سنة ممكن تنتشر الشيوعية، عشان كده يسموها إيه مولاها؟ زحف. زحف يعني مولاها شوية شوية ببطء ببطء. نعم.
وآخر يسمع حسيسها وآخر يؤخذ بكلاليب. هذه الست مستويات الشيخ ذكرهم ومحلها في كتب العقيدة. كده الشيخ ذكر أحوال الناس على الصراط كام؟ ستة. أحوال الناس على الصراط ستة ذكرهم الشيخ في سطرين أهو. هذه اسمها أحوال الخلق على الصراط، وهي تدرس في كتب الإيه؟ العقيدة. ومولانا الشيخ له كتاب عقيدة جميل سنقرأه، له العقائد الكبرى والعقائد الصغرى في صدر إحياء علوم الدين في الجزء الأول، والمرشد الأمين مذكورة فيه العقيدة لكن باختصار. فكتاب المرشد الأمين هو اختصار لكتاب إحياء علوم الدين، اختصار تماما مولانا. وإن شاء الله عندما نقرأه سيكون فيه خير كثير، لكن هذا الكتاب أجمل كتاب تقرأه في عنوانه. هذا أجمل كتاب تقرأه في عنوانه، وفي نظري هذا أفضل ما كتب الغزالي رحمه الله. أولى سيدي. وآخر يؤخذ بكلاليب فيطرح في جهنم. قلت لكم الكلاليب اللي هي مين؟ زبانية جهنم. زبانية جهنم، زبانية جهنم، ملائكة. خازن جهنم مين؟ ها؟ مالك. خازن جهنم مين؟ مالك. قول سيدي. ومن دخلها يخرج منها إن شاء الله، أما الجنة من دخلها فلا يخرج منها أبدا. وآخر واحد يدخل من النار ويدخل الجنة إن الله يعطيه ملك 10 أضعاف ملك الدنيا. فعندما يرى يقول يا رب إذا كان هذا لي فماذا أعددت للسابقين. فهمت مولانا؟ كن دائما مثال نقول لكم، أنا جئت بعد انتهاء العرس والناس أكلوا، فممكن يأتون يعني ببقايا الطعام، يعني حلة البطاطس فيها 2 كده قطعة لحمة صغيرة كده مملوءة بالدهن، يعني ملعقة أرز، بواقي الطعام لأن يعني جئت في النهاية. لكن فجأة جئت في النهاية ووضعوا أمامي ما شاء الله بقرة مشوية. خرب بيته، ما الشيخ آخر واحد ويجد بقرة مشوية، ما الأول واحد ده أكل إيه؟ يعني 20 جمل 20 ناقة. وقالوا أن أقل نصيب الإنسان في الجنة لو قال يا خادم، يأتيه 1000 خادم من 1000 باب، ما لا عين ولا أذن ولا خطر على قلب بشر. لو أنت عندك شقة في مدينة نصر 300 متر تظن أنك من الملوك، لو 400 متر مولانا تظن أنك نائب رئيس بروناي. 400 متر مولانا، تعرف يعني 400 متر؟ 200 متر حمام و150 سباحة و50 تسكن فيها عشان تكون متواضعة. والحمام بيت الراحة، لازم ترتاح مولانا. في مصر نقول على الحمام بيت الايه؟ بيت الراحة. عشان كده تجد الحمام أكثر شيء فيه نفقات، المفروض أكثر شيء فيه زهد لأنه بيت النجاسة. لكن الحمام في سخن وبارد وفي خلاطات، يعني ممكن الإنسان ينفق على الهول الصالة كده مثلا 50,000 جنيه، لكن الحمام 100-200 كمان عشان حاجات كتير قوي. فده انقلاب للآية كده، لكن سموه بيت الايه؟ الراحة، بيت الراحة. في بعض الناس يضع فيه تلفزيون مولانا، يعني شاشة، بحيث وهو في الغسل يتفرج على ايه؟ أفلام كده أو تمثيليات. السنة عندنا من دخل الحمام يخرج بسرعة، لأنه يسمى قضاء الحاجة، بيت قضاء الحاجة. انتهيت من البول والغائط تخرج، لأن ده بيت الشياطين العمار، لكن هو عنده تلفزيون وعنده قول يا مولانا، قول يا مولانا. فكذلك حال هذا الطريق مع سالكيه في الدنيا. حال الطريق ليس سواء، كما أن الصراط ستة كذلك الطريق إلى الله ليس ستة، كثير. من أجمل الكتب التي توصلك إلى الله شعب الإيمان، 77 شعبة، كل شعبة كأنك تأخذ، لكن تنقسم إلى 2، تحلية وتخلية. تخلية تبتعد عنها كأكل الحرام، وتحلية تفعلها كالصدق. فخلاصتها تخلية وتحلية، أن تتحلى بالصفات الحسنة وتتخلى عن الصفات الإيه؟ السيئة.
قول يا ابا. فكذلك حال هذا الطريق مع سالكيه في الدنيا فهما صراطان. نعم. صراط الدنيا وصراط الآخرة. اختار يا مولانا، الله هداك النجدين يعني الطريقين. هداك ايه؟ النجدين، يعني يا مولانا النجدين؟ طريقين، فاختر لنفسك ما تريد. لكن الله بعلمه القديم علم ما تختار قبل أن تختار، وعلم ما تفعل قبل أن تفعل، وهذا سبب أن الملك عند نفخ الروح بعد 120 يوم وأنت في بطن أمك يكتب شقي أو سعيد، شقي أو إيه؟ أو سعيد، ويكتب رزقك ويكتب عمرك. فهمت مولانا؟ كل هذا الكلام قبل أن تفعل، لأن الله رآه بعلمه القديم، رآه بعلمه الإيه؟ وأدي لك مثال يعني سهل خالص. أنت مولانا عندما تتصل بأوبر، أين أوبر مولانا؟ أوبر مثلا عند مسجد نوري خطاب، صح؟ أنت ترى السيارة في التلفون ولا لا تراها؟ تراها قبل أن تأتي، يعني أنت تراها وهي في المستقبل، ثم تعرف كم دقيقة تأتي، 4 دقائق 5 دقائق، ثم أنت هنا وترى في عقبات، في خط أحمر كده يعني المرور مزدحم، وتعرف رقم السيارة وتعرف كل شيء قبل أن تأتيك. الله سبحانه وتعالى، هذه فكرة مبسطة، بعدما قبل أن يخلقك هو يرى عملك. يرى مين؟ فالله يرى في وقت واحد ماضيك وحاضرك ومستقبلك. طب أنا ما فائدتي؟ أنا الكسب، ما معنى الكسب؟ الميول إلى الطاعة فتثاب، أو الميول إلى المعصية فتعاقب، ده بيسموه الكسب. يقولون الكسب عند الأشاعرة، ده درس موجود في الجوهرة. الكسب إن شاء الله كتاب الجوهرة نقرأه معكم، هو كتاب جميل، الكسب عند الأشاعرة، 144 بيت، لكن جميل أوي، جميل. قول يا ابني. فصراط الآخرة للأنفس يرى أهوالها أهل الأبصار. أبصار هنا بمعنى القلوب، الأبصار بمعنى القلوب، في بصر وفي بصيرة، البصر العين والبصيرة القلب، لكن هنا بمعنى القلوب. ها. وصراط الدنيا للقلوب يرى أهوالها ذو البصائر والألباب. الألباب أصحاب العقول، أصحاب العقول مولانا يعرفون الدنيا وما فيها. إيه الدنيا؟ الدنيا جيفة، يعني جيفة مولانا؟ عفنة، وطلابها كلاب، لأنك تطلب الفاني، ومن طلب الفاني فهو فاني، لكن أطلب البقاء. الدنيا تتغير والحال يتغير. أهو مولانا انظر الآن مولانا، كان زمان الناس تحب السفر، الآن يخافون من السفر عشان كورونا. كان زمان يحبون مش عارف ايه الاجتماع، اليوم كله يخاف من الاجتماع عشان كورونا. فالدنيا تتغير، وسبحان من يغير ولا يتغير. كانت الناس تحب أن تدخل المحاضرات ودروس العلم، الآن كله يخاف. ايه المشكلة مولانا؟ المشكلة في كورونا. الناس تحب تذهب إلى البحر والمصايف، الآن ممنوع علشان كورونا. يحبون الذهاب إلى ماتش الكورة والفرجة والدورات وكأس العالم. الله أعلم كأس العالم هذا العام ولا العام القادم؟ 22. 22 يا رب إن شاء الله كورونا تمشي. ماذا يفعلون مولانا؟ يعني ماذا يفعلون كده؟ شوف كده مولانا الإمام الأكبر ميسي كده عندما ينزل ويقولون في كورونا، لا يأتي، لا يأتي، لا يأتي. لكن كريستيانو أحسن شوية لأنه يلعب رياضة ومش عارف، فعنده بنية قوية شوي. تغيير، هذه تغيير الحال مولانا، يغير ولا يتغير. كم دولة كانت قوية ثم صارت ضعيفة ثم انتهت ثم صارت ذكرى. كم سنة استمر أكبر دولة استمرت مولانا؟ الدولة التركية العثمانية 600 سنة، أين هي الآن؟ ما فيش، صفر. أين بدأت؟ بدأت بجنود صغيرين كده في الأناضول. ثم الدولة العثمانية، كانت الدولة العثمانية تمشي في أوروبا كالسكين الساخن في الزبد، تعرف زبد؟ سمنة، ثم تأتي بسكين وتقطع، ينقطع بسرعة، لكن لو كان ساخن مولانا يعني ده البخار يفسد بسرعة. لكن أنت أين الدولة المملوكية مولانا؟ 400 سنة تحكم مصر، مماليك.
أين الد... أين أين كله انتهى. أين فرعون؟ في المتحف. يركب سيارة خشبية أنيقة وذهب إلى يعني كان ملكا وهو حي وصار ملكا وهو ميت أيضا يعني. ذكرى ذكرى ذكرى. أين هؤلاء؟ انتهى هذا المقعد. أنا الآن أجلس، سأمشي أجلس، الشيخ بعدي يمشي، الشيخ بعدي يمشي، الشيخ بعدي. لو دامت لغيرك ما وصلت إيه إليك، لكن لو أنا أجلس على هذا الكرسي ولا أريد أن أقوم، كان من الممكن قبلك لا يقوم، فكيف جلست عليه؟ هذه هي الدنيا. الأرض مولانا لم يقل منها جرام ذهب واحد منذ أن خلقها الله، لكن الذهب في يدي ثم في يدك ثم في يدي من بعدك، كان في يدي من قبلي. هذه الشقة مثلا كم واحد يمتلكها؟ وهذه الأرض كم ستسكن؟ لكن مين اللي بيمشي؟ أنا. مين الباقي؟ الله. إذن الباقي ماذا يريد مني؟ يريد منك. وما خلقت الجن والإنس إلا، عشان كده الكتاب اسمه طريق العابدين، منهاج العابدين. كل سطر، كل كلمة، كل درس، كل معلومة الشيخ لازم يذكرك باسم الكتاب. إذا خرجت عما أنت فيه وتملكتك الدنيا فتذكر البداية اللي هي النشأة، والنهاية هو المصير. بدايتك من قطرة حيوان منوي خرجت من موطن النجاسات، خرجت من الذكر ودخلت في رحم امرأة في موطن نجاسات أيضا، ثم نزلت وأنت مملوء بالدماء نجاسات، ثم نشأت ضعيفا فصرت قويا فتعود ضعيفا ثم تعود إلى أصلك. ما هو أصلك؟ تراب. تراب، فجئت من تراب وعدت إلى التراب، وبين التراب الأول والتراب الثاني في تراب، في المواصلات وفي الطرق وفي الشوارع، وإذا جاء على ثيابك تراب ما هذا الذي تفعله؟ هذا نشأتك ومصيرك. نشأتك إيه؟ فلماذا يعني تتعب نفسك مولانا؟ قضية الإنسان أنه دائما لا يهتم بالمفيد له، ولكن يهتم بقضايا ثانوية ليست قضايا أولية. دي مشكلة الإنسان. أنا لم أخلق للطعام، لكن أنا عندما أستيقظ في الصباح فين الإفطار؟ بعدما ننتهي من الدرس ونعود إلى البيت نصلي العصر فين الغداء؟ نصلي العشاء فين الطعام؟ أكثر الأموال التي يعني نعطيها للزوجة نعطيها لمين؟ للطعام وليها والشرب. الإنسان يبالغ في المسكن مولانا، نريد نشتري مسكن عظيم مولانا، مسكن ضخم، مسكن كبير، لكن الإنسان لا يهتم بالقبر ولا يهتم بثياب القبر ولا يهتم أنه في يوم من الأيام سيفارق، وعندما تفارق كل أموالك أولادك يأخذون، فأنت في القبر محاسب وهم في الدنيا منعمون. فيا خسارة من باع آخرته لدنيا غيرها، يا خسارة من باع آخرته لدنيا مين؟ غيره، فهو في قبره محاسب والورثة في الدنيا منعمون بماله. فالعاقل الرشيد من يتنبه لذلك. هذا الكلام الجميل لا يقوله إلا الغزالي، ومن صار على منهاجه كالإمام النووي وغيره، وهذا الكلام لا يخرج إلا من أهل الله. لذلك نحن نستمتع بكل سطر وبكل كلمة نقرأها في هذا الكتاب الجميل. وأنصحكم أن تقرأوا بستان العارفين للنووي. جميل مولانا، الصدق والنية كمان والتوبة، ثلاث عناصر فقط. ثم تكلم عن كرامات الأولياء، تكلم عن أولا تكلم عن النية، وتكلم عن الصدق، وتكلم عن الإخلاص شوية كده مع الصدق، وتكلم عن التوبة، وتكلم عن كرامات الأولياء. كأنه يقول لك تب إلى الله،
بنية صادقة مع الإخلاص تكون من الأولياء والكرامات نتيجة للولاية. هذا كلام الشيخ مولانا. قول يا ابني. وإنما اختلفت الأحوال للسالكين في الآخرة. كلمة سالك دي بلاغة، فهو يصور الطريق إلى الله، العبادة كأنها طريق أنت تسلك خطوة خطوة. عشان كده لك السالك، السالك المريد، كل دي يعني بلاغة مولانا، كل ده بلاغة. فكأنه يصور العبادة طريق، كلما ذكرت الله خطوة، كلما عبدت الله خطوة خطوة. عشان كده يسمى المريد سالك. المريد إيه؟ أسلك الطريق. يقول لك السالك والمريد والشيخ، ألفاظ كده يستخدمها بعض الناس، كما نحن نقول الشيخ والطالب والأستاذ والمعلم، مصطلحات لكن هي بلاغة. فكأنه يصور أن عبادتك أنها طريق، له بداية وله إيه؟ وله نهاية، وهو طريقك في الدنيا. متى نهايتك؟ عندما تلقى الله. عندما تلقى مين؟ تلقى الله. قول يا ابني. وإنما اختلفت الأحوال للسالكين في الآخرة لاختلاف أحوالهم في الدنيا. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. قل هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون؟ في عمل، في يعلمون والذين لا يعلمون. فهمتها؟ وقل اعملوا فسيرى الله عليها عملكم ها ورسوله والمؤمنون. عمل بلا عمل، لا استغفر الله، علم بلا عمل كشجر بلا ثمر. كلام الغزالي كله في أيها الولد أن الإنسان لو يعلم لابد أن يعمل. وفي حديث جميل أو من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. عشان كده العلم فتح رباني، العلم فتح رباني. قول يا ابني. فتأمل ذلك حقه، فهذه وبالله التوفيق. التأمل يعني النظر بفكر، عندما ترى، العين ترى الكلمات والعقل يفكر فيها، ده اسمه تأمل، تفكير بروية، يعني الإنسان يشوف أحواله إيه. هذه يعني نافع هنا تنفع هنا، مخزول هنا. تريد طريقك في الآخرة، انظر إلى حالك في الصراط. حالك في الصراط نتيجة إيه مولانا؟ نتيجة ما أنت فيه فين في الدنيا. خلاص. ما هي الدنيا؟ ما الدنيا عبارة عن أرض للزراعة والحصاد يوم القيامة. أنت زرعت يعني عنب، يوم القيامة تريده تفاح، هو عنب. زرعت مثلا برسيم، خضروات للحيوانات، أنت تزرع برسيم وعند الحصاد تريد مانجو، كيف؟ ملأت هذا الكوب ماء تريده بيبسي، كيف؟ ينفع؟ لو ساحر مولانا، لو ساحر يجعله بيبسي، هي المشكلة. كن بيبسي لا يكون بيبسي، نعمل له ايه؟ سبحان الله، هو ماء، كيف يكون بيبسي؟ طب وضعت بيبسي لا يكون ماء. فهذه تريد صلاح الآخرة اصلح الدنيا، تريد النجاة في الآخرة انجو من شهوات الدنيا. صعب؟ ليس صعب. كيف الطريق؟ أو الكتاب، هذا هو الكتاب. طيب يلا يا ابني كده بقى في ايه؟ في مسك الختام بقى، في مسك الختام. فصل في أن طريق الآخرة روحاني تسلكه القلوب. يبقى الشغل شغل قلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم، هذا أبيض وهذا أسود، لا. هذا يرتدي ثياب غالي وهذا ثياب متواضع، لا. هذا رجل وهذه أنثى، لا. هذا عربي هذا أعجمي، لا. أمال إيه الموضوع مولانا؟ القلب سواء. فقلب الأسود مثل قلب مين؟ الأبيض. وقلب الغني مثل قلب مين؟ الفقير. كلنا في القلوب سواء، لكن في فرق بين ملأها بالأنوار وبين من ملأها بالظلمات. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم.
عندما قال السيد الأعرابي لعبده اذبح شاة واعتني بأجود ما فيها، فجاء بالقلب واللسان. وفي مرة قال له ائتني بأقبح ما فيها، فجاء بالقلب واللسان. فقال له ويحك، ما الأمر؟ قال إذا صلح هذا صلح هذا، وإذا فسد هذا فسد هذا. فما اللسان؟ اللسان مغرفة والقلب قدر. تعرفون قدر؟ حلة. الحلة فيها فول وأنا أريد أخرج دجاج، كيف؟ الإناء ينضح بما إيه؟ بما فيه. فاللسان مغرفة يغرف إيه مولانا؟ يغرف ما في القلب، يعني ما في القدر. فإن كان القدر أنوار اللسان أخرج أنوار، إن كان القدر ظلمة أخرج اللسان إيه؟ ظلمة. يريد تعرف هذا الكلام، القلب قدر واللسان مغرفة. هذا ليس كلامي وليس كلام العربي، هذا كلام ابن عطاء الله السكندري المنتقل 709 في كتاب عظيم هواوي اسمه إيه؟ تاج العروس وبهجة النفوس. بهجة الإيه؟ النفوس. خلاص، ابن عطاء ليس ماليزي مولانا وليس من قدح، عرفت؟ ابن عطاء اسكندرية لكنه عاش في القاهرة ودفن في القاهرة. لا، ابن عطاء لا، في مصر، في القاهرة. القاهرة. وهو زوج بنت أبو المرسي العباس، هذا تزوج ببنته وهو رقم ثلاثة، فالأول أبو الحسن ثم مين؟ المرسي، ثم مين؟ ابن عطاء الله السكندري. قول يا سيدي. أنا مش موجود معهم، أنا طريق مستقل، فهم مولانا؟ طريق إيه؟ مستقل. قول يا يعني. فصل. ثم أعلم ما هو التحقيق في هذا الباب، وهو أنه ليس هذا الطريق في طوله وقصره مثل المسافات الكائنة. يكرر ما قلت في بداية الدرس، يكرر ما قلت في بداية الإيه؟ أن الطريق إلى الله ليس بطوله، فهناك من يمشي خطوة ووصل، وهناك من يمشي أسبوع ولا يصل. حتى لا تغتر بطول مدتك ولا تيأس بتأخير توبتك. فهمت مولانا قصد الشيخ؟ إيه المشكلة مولانا؟ أنا أريد أأتي مصر 3 أشهر، في طلاب كانوا يأتوا مصر 3 شهور، لكن 3 شهور إحساسه أنه سيجلس 3 شهور ثم يعود إلى ماليزيا كان ليل نهار مع المشايخ والدروس ولا يتأخر. وفي واحد يقول سبحان الله سأجلس 4 سنين كلية وسنة في مركز اللغة، يبقى كده كم سنة؟ 5 سنين لسه مولانا، بعدين ويرجئ إلى أن يخرج من 5 سنوات ويعود إلى بلده وكأنه لم يجلس في مصر يوم. ومن جلس 3 أشهر ما شاء الله ذهب إلى مشايخ كثر وعنده كتب كثيرة وحصل على إجازات وحضر و لأن الأول إحساسه 3 شهور ويمشي، لكن الأول إحساسه 5 سنين، فوقع في مشكلة عظيمة وهي اسمها طول الأمل. طول الإيه؟ بعدين. لكن أنا رأيت، والله يا ابني رأيت طلاب جلسوا في مصر شهر كمان تعلموا واستفادوا أكثر ممن جلس 5 سنوات. طبعا في من جلس 5 سنوات وتعب وذاكر، لكن يعني إحساسي بأن المدة قصيرة يفعل هذا. أنت ممكن تفعل 20 عمرة في اليوم، إحساسك أنك أسبوع وتعود. في واحد يسكن في مكة ولا يذهب إلى الحرم، القرب حجاب. القرب إيه؟ حجاب. في سعودي لم يحج، في مصري كان يحج في العام 4 مرات كل شوية يسافر. موجود. سبحان الله، من كان بعيد يحب السفر إلى الحج والعمرة، ومن كان قريب القرب حجاب. أنتم تأتون من أقصى بلاد العالم إلى الأزهر، ونحن في مصر قد لا نذهب إلى الأزهر،
خلاص انا عايز اولادي يذهبون الى كي جي 1 كي جي 2 يا سيد زكي، خلاص يذهبون الى مدرسه سكول، صح اسمها سكول ناشونال انترناشونال، انتر يعني انتر انتر دولي والله، هم الناشونال ايه؟ انا اقول انتر يعني ايه، انا عارف ناشونال دولي، ناشونال في النهايه تي اي او ان ده شن كده صح، تي اي او ان شن كده، لا انا لو اتكلم انجليزي اتكلم الحمد لله، انا عندي شياطين كتير مولانا، عندي شيطان من اسكتلندا، اسكتلندا الشرقيه، قول يا ابني قول. القرب حجاب، قرب ايه؟ حجاب. مثل المسافات الكائنة التي تسلكها الأنفس وتقطعها بالأقدام، فيقطع على حسب قوة الأنفس وضعفها، إنما هو طريق روحاني تسلكه القلوب. روحاني يعني الروح مولانا، غذاء الروح، العلم غذاء الروح. أنا أعطيك مثال بسرعة كده، كيف تفرح وبماذا تفرح؟ لو تفرح بالمال أنت جسدي، لو تفرح بالطعام والشراب أنا لا أقول حرام عادي، يعني إحنا الآتي نجلس في هذا الرواق وكلنا جوعان، فجأة واحد ماليزي من المبذرين ذهب الآن واشترى لنا كنتاكي مولانا، فرحان طعام جيد، هذا جسدي. طيب لو أنت عرفت معلومة وهذه المعلومة أنت لا تعرفها من قبل، فأقول لكم أن العدد يعد، أما صفة العدد يجمع، أما صفة العدد لا تجمع. تعرف الفرق بين العدد والصفة؟ العدد واحد، واحد واثنين كم؟ ثلاثة. ثلاثة واثنين كم؟ خمسة. خمسة. طيب صفة العدد مثنى، صفة كم؟ صفة اثنين. طب أحد، أحدية واحد. طب اثنين ثلاثة ثلاث. طب أربعة، فلو أقول رباع زائد رباع ثمانية خطأ، لأن الصفة لا إيه لا تعد، لكن أربعة زائد أربعة. من منكم كان لا يعرف هذه المعلومة؟ اثنين. الاثنين دول لو فرحوا بهذه المعلومة يبقى فرحة الروح، فرحة الايه؟ طيب لو جبنا طعام كنتاكي واكلتم وتفرحون يبقى ده فرح مين؟ الجسد. عشان كده الشيخ بيقول لك هذا طريق روحاني يفرح الروح. فالروح دايما معنوي. تفرح بعبارة، تفرح بتسبيحة، تفرح بجملة، تفرح بشيء مولانا. أنا زمان كنت أسأل كثيرا على إعراب أيضا، لم أجد من يجيب، إلى أن وقعت في الدكتور كمال العناني، تعرفون دكتور كمال العناني، فسألته في الكلية زمان، قلت له مولانا أنا مش عارف إعراب أيضا، فقال أيضا نائب عن مفعول مطلق آض يئيد أيضا، كنت أريد أن أسأله عن إعراب أما، لكن أنا استحييت والله يا ابني، فقال لي وأما أداة فصل، يعني هو أعرب لي أما من غير ما أسأل، لكن أنا كنت فرحان فرح شديد، لأنني سألت كثير من بعض المشايخ عن زمان كنت صغير يعني عن إعراب أيضا لم يعرف، كلمة يعني غير مستخدمة كثيرا، يعني هو كلكم سمعتوا عن أيضا صح؟ كلكم تقرون لغة واصطلاحا وشرعا، لكن إعراب لغة إيه؟ الله أكبر، سيد موسى من العلماء الكبار ما شاء الله، شوف إعراب لغة حال، اصطلاحا حال أو تمييز، شرعا حال أو تمييز، نقرأ كثيرا يعني أيضا لا نعرف، لا نعرف أيضا في كلمات كثير نحن نقرأها ولا نعرف إعرابها، لكن في واحد يبحث عنها، يبحث عنها، وعندما يبحث عنها ويعرف ده فرحان، أدي معنوي. ما الفرق بين واو القسم وباء القسم وتاء القسم؟ لا في فروق، في فروق، منهم ما يدخل على الظاهر والمضمر، ومنها ما يدخل على المضمر فقط، في ومنهم من لا يدخل إلا على الله فقط، الله لا تدخل إلا على الله الاسم المفرد، وشزة الرحمن. مين يفرح بالمعلومة دي؟ يفرح بالمعلومة دي الروح، لكن لا تفرح مين؟ الجسد، بل بالعكس
قد راحة الروح تجعلك في شقاء في الجسد، وهذا موجود مولانا. من يحب القرآن يقرأ القرآن بالليل ولا ينام، ومن يحب المذاكرة والعلم والقراءة يقرأ ولا ينام، وقد يضحي بروح يضحي بجسده لروحه. كان زمان في شيخ من مشايخ القراءات وهو طالب يذهب إلى الأزهر، فكان معه يعني فلوس إما يأكل وإما يذهب مواصلات إلى الأزهر، لكن لو أكل لا يذهب إلى الدرس، ولو ذهب إلى الدرس سيكون إيه؟ جوعان. ففي صراع في النفس، أنا حكيت لكم هذا الكلام، في صراع بين في نفسه بين هذا وبين هذا. فشاء الله أنه اختار أنه يذهب إلى الدرس، فجلس يعيني طول اليوم جوعان، ليس جوعان وفقط، وليس عنده مال يعود إلى إيه؟ إلى بيته. هو الفلوس بمقدار يعني زي أنت معك 5 جنيه فقط، تشتري مثلا يعني سندويتش فول وتأكل الحمد لله، أو تذهب 5 جنيه أتوبيس 24 ده إلى الأزهر ولا تعود. فهو فعل هذا مولانا. الشيخ صالح الجعفري رضي الله عنه وارضاه جلس في الأزهر 55 سنة، كان إماما يعطي دروس ومحاضرات شوية أو خطب ويجلس مع الطلاب، وكان مكانه في الرواق المغاربة. تعرفون الرواق المغاربة؟ أنا كنت أعطي فيه درس، وليس له حجرة، كان يعني زي دولاب كده، يفعل دولاب 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 كده، وإيه هو كان يسكن فيه 55 سنة وهو يقيم في مسجد الأزهر، وكان يطبخ طعام للطلاب، كان ما شاء الله حاجة جميلة أوي. فذهب إلى هذا الرجل في ذلك الزمان وأعطاه 3 جنيه. أعطاه كم؟ 3 جنيه مولانا، ده يعني 3000 الآن يعني. فالرجل يتعجب، أول مرة الشيخ يأتي ويعطيني إيه؟ ويعطيني 3 جنيه. فيسأل إيه الموضوع؟ فقال الشيخ صالح الجعفري: رأيت مولانا الحسين في المنام قال اعطي فلان 3 جنيه، فأعطيتك. هو خد 3 جنيه فرحان، لكن في البداية هو غز مين؟ روحه، عندما غلب الدرس على مين؟ على طعام. وهذا يحصل لك أنت في الدرس، ممكن أنا أمشي يأتي بعد الشيخ عز الدين مثلا، يأتي بعد الشيخ عز الدين الشيخ سيد شلتوت، تجد نفسك في الرواق من الساعة 1 إلى الساعة 10 بالليل. فين الطعام؟ تنسى. ليه تنسى؟ عشان في غذاء للروح. في غذاء لمين؟ للروح. فغذاء الروح اللي هو القلب أحسن من غذاء البدن. في طلاب 3 زمان، هذا الكتاب ما إن شاء الله نتذكر قرأته فين، صفحات من تاريخ العلم والعلماء للشيخ أبو غدة، وأبو غدة عندنا سند بيني وبينه واحد الحمد لله. فيذكر أن طلاب أعطاهم الله سمكة هدية، واحد كده أعطى للطلاب سمكة هدية، لكن سمكة نية. طيب أول يوم قالوا إن شاء الله السمكة دي سنأتي بطماطم وبصل كده وندخل الفرن كده بالحطب وطعوم في بحر من الأرز كده، يتخيلون مولانا. طيب مين يطبخ؟ محدش فاضي مولانا، هم يذاكرون في الدرس. تاني يوم محدش فاضي، تالت يوم أكلوها نية حتى لا تفسد. لكن في أول يوم كان في أحلام. إيه السبب مولانا؟ السبب إن شهوة العلم أقوى من شهوة البطن، أن تقوية غذاء الروح أقوى من تقوية غذاء الإيه البدن عندهم. أكرر عندهم، في تصارع بين الشهوة. إنسان مركب من شهوة وإيمان، الإيمان محله القلب، الإيمان محله الإيه، والشهوة محلها البطن والفرج. فأنت تريد تقوي ماذا؟ عشان كده الشيخ سيختصر في نهاية الكتاب، يلا سيد زكي، ها يقول: اعلم أن ما هو التحقيق في هذا الباب، كأنه يضع النقاط على الحروف، كأنه يلخص لك الأعمال بالخواتيم وختامه مسك مولانا، الأعمال بالخواتيم وختامه مسك. نعم. إنما هو طريق روحاني تسلكه القلوب
فتقطعه بالأفكار على حسب العقائد والبصائر. كل ده بلاغة مولانا، لأن القلوب لا تسلك ولا تمشي، الذي تمشي وتسلك الأقدام. لكن هو يتكلم على أن المؤمن محله القلب، الإيمان محله القلب، والقلب بيت القصيد، وكل ما نحن فيه الآن من غذاء للروح ما هو إلا غذاء للقلب، والقلب محل الأنوار، والقلب هو العقل، ونور العقل يظهر في المخ. نعم. وأصله نور سماوي ونظر إلهي. يعني نور سماوي ليس بمعنى نور سماوي يعني ينزل من السماء، يعني هنا كأنه يعني دائما يقول أننا ننظر دائما أن الخير يأتي من السماء. الخير يأتي من فين؟ من السماء. قول يا سيدي. يقع في قلب العبد فينظر به نظرة فيرى بها أمر الدارين بالحقيقة. إيه الأمرين بالحقيقة؟ الدنيا عرض زائل، والدنيا دائما كرفان. يعني إيه كرفان مولانا؟ زينة، لكن ليست حقيقة مولانا. هذه الحائط ليس حقيقة، لونه أبيض. هذا الحائط كان لونه بني كده شوية أو أخضر، وهو ليس أخضر، أسفله أحمر، وهو ليس أحمر، أسفله أسود، لأنه من طين محروق. لكن أنت لا ترى الحقيقة، أمال ترى إيه مولانا؟ ترى الزينة. عشان كده مولانا نحن لا نهتم بالمظهر، نحن نهتم بالجوهر اللي هو مين؟ ها؟ كلبو. قول يا ابني. ثم هذا النور ربما يطلبه العبد 100 سنة. ربما يعني ده حرف جر يدل على القلة. ربما يطلبه العبد 100 سنة فلا يجده ولا أثرا منه، يعني ما فيش حاجة خالص. كمل يا شيخ زكي. عشان كده قلت لك في البداية ليس الموضوع بطول الوقت، ممكن شهر 3 أشهر في مصر يتعلم أكثر ممن جلس في مصر 5 سنوات. نعم. ثم هذا النور ربما يطلبه العبد 100 سنة فلا يجده ولا أثرا منه. يعني ولا يجد أثرا منه. ها. وذلك لخطئه في الطلب. إيه خطأه في الطلب؟ عمر بن عبد العزيز رحمه الله مات 101، قابل بعض الخوارج. الخوارج كانوا يقومون الليل ويصلون ويبكون ويصومون وعندهم الصغائر كبائر، ومرتكب الكبيرة كافر. يعني لو واحد قابل واحد في الطريق كده قال له كيف حالك يا أنجن؟ عارف أنجن مولانا؟ تعرف أنجن مولانا؟ لا تعرفون أنجن؟ تعرف أنجن يا موسى؟ يعني كلب مولانا. فقال له يا كلب، لكن بلغة هؤلاء الأخيار يعني يا أنجن. دي صغيرة ولا كبيرة؟ صغيرة. عندهم الصغيرة صارت إيه؟ ومرتكب الكبيرة صار إيه؟ صار كافر، لأنه يقول يا أنجن. استغفر الله العظيم. فإن كان عندهم الخوف من الذنوب شديد، ومع ذلك يحلون قتل المخالف، يحلون قتل الإيه؟ المخالف. فعمر بن عبد العزيز ماذا قال لهم؟ قال إنكم أردتم الطريق إلى الله إلا أنكم أخطأتم الطريق. ترايح فين مولانا؟ نرايح المطار. فين المطار مولانا؟ المطار يمين. أنا أمشي يسار، لو أمشي يسار إلى يوم الدين لن أصل إلى المطار، صح؟ أنا راكب سيارة وبنزين ومجهود ونمشي بسرعة، لكن المطار يمين ونحن ذهبنا مين؟ شمال. كيف نصل إلى المطار؟ كيف نصل إلى المطار؟ هذه المسألة. فلو نذهب إلى يوم الدين ونحن في السيارة لكن الطريق شمال والطريق يمين، مستحيل تصل. شوف الكلام. إنكم أردتم الطريق إلى الله إلا أنكم أخطأتم الطريق. ما فائدة الصلاة والصوم والعقيدة كافر؟ يعتقد أن الصلاة غير واجبة، ولا يعتقد أن هناك إله غير الله، ولا يعتقد بتناسخ الأرواح، ولا يعتقد أن الله، استغفر الله العظيم. يعني في أمور كثيرة تجعل الإنسان كافر، الأمر بسيط خالص. فهذا يعني لا صلاة تنفع ولا صوم ينفع ولا حاجة. رب صائم ليس له من صومه إلا الإيه؟ الجوع والإيه؟ العطش. وهو صائم لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع، لكنه يعني يفعل مشاكل
تحبط العمل. رب صائم كذلك رب مصلي، كذلك رب مزكي، كذلك رب حاج. لبيك اللهم لبيك، الملائكة ترد لا لبيك ولا سعديك، ارجع حجك مردود عليك. والآخر يزكي بالمن والأذى والرياء، والآخر يصلي من غير وضوء، ولا يصلي من متحرف عن القبلة، ولا يصلي معتقد أن الصلاة ليست واجبة. إنكم أردتم الطريق إلى الله إلا أنكم ضللتم الطريق. أولي عبدي. وذلك لخطئه في الطلب وتقصيره في الاجتهاد وجهله بطريق ذلك. وآخر يجده في 50 سنة، وآخر يجده في 10، وآخر في يوم. شوف مولانا، وآخر وآخر في ساعة ولحظة. سبحان الله، لحظة وصل إلى الله ومئة عام لم يصل. لحظة وصل إلى الله ومئة عام لم يصل. وآخر في ساعة ولحظة بعناية رب العزة. بعناية اللي هو التوفيق مولانا، التوفيق من الله. وهو تعالى ولي الهداية سبحانه. لكن العبد مأمور بالاجتهاد. كيف أعرف أنني وصلت إلى الله في لحظة؟ والآخر كيف يعرف أنه وصل إلى الله في يوم؟ والآخر كيف يعرف أنه وصل إلى الله في 100 عام؟ لا أحد يعرف. ومن هنا عليك ألا تيأس، فاليأس من رحمة الله كفر بنعمته. قول يا سيدي. فعليه بما أمر، والأمر مقسوم مقدور، والرب حكم العدل، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. هذا الكلام تلخيص لما قلناه المرة السابقة. لا يسأل الله سبحانه وتعالى لماذا فعل ولماذا لم يفعل، ولماذا أعطى ولماذا لم يعطي، ولماذا فتح على فلان ولماذا أغلق أمامه الأبواب. هو لا يسأل. قول يا سيدي. يعني الكلام بعد كده معظمه سهل إن شاء الله. فإن قلت فما أعظم هذا الخطر وأشد هذا الأمر، وما أكثر ما يحتاج إليه هذا العبد الضعيف، فكل هذا العمل والجهد وتحصيل هذه الشرائط. فكل هذا العمل والجهد وتحصيل هذه الشروط. لماذا نتعب؟ ده سؤال. فأقول لعمري، يعني العمري، عمري دم يعني وحياتي، وهو أسلوب عربي قديم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمري فأقول لعمري إنك لصادق في قولك، إن الأمر شديد والخطر عظيم. نعم. ولذلك قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، في تعب ومشق. وقال مولانا محمد الباقر ابن مولانا زين العابدين ابن مولانا الحسين ابن مولانا علي زوج السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن جميع، من يبحث عن الراحة ضل، لأنه يبحث عن شيء ما خلقه الله في الدنيا. عشان كده الإنسان خلق فينا مولانا في كبد، أي في تعب ومشقة. كيف تعب ومشقة وأنت تبحث عن الراحة؟ فأنت تبحث عن شيء غير موجود. فهمت مولانا؟ اذهب كده في جميع أسواق مصر مولانا، اسكندرية، منصورة، ليه؟ راح يبحث عن دوريان. تعرف دوريان مولانا؟ تعرف دوريان؟ طعام هؤلاء الأشرار. يبحث عن دوريان مولانا. في دوريان؟ ما فيش دوريان. فلو ذهبت إلى اسكندرية ما فيش، إلى أسوان ما فيش، لأنك تبحث عن شيء مش موجود. لكن لو تريد مثلا تفاح أحمر أخضر أصفر موجود، لا نجد في الحي السابع سنجد في الثامن في العاشر، موجود. فمن يبحث عن شيء غير موجود لازم يتعب. فمن يبحث عن الراحة في الدنيا سيتعب. إن كان ملك له متاعب، وإن كان وزير له متاعب، وإن كان شيخ له متاعب، وإن كان طالب له متاعب. أنت الآن وأنت طالب تتعب في شيء واحد بس، أنك تذاكر وتريد النجاح. طب بعد النجاح تريد العمل، طب بعد العمل تريد المال وتريد الزواج وتريد العمل وتريد السكن. شوف يكبر يكبر. طب عندما يأتي الأولاد تريد الطعام والشراب والأولاد والعمل والفلوس والمسكن، وأن الأولاد تتعلم و أمور كثيرة مولانا. ف
زمان أنت خائف أن ترسب، عندما يكون عندك أولاد خائف واحد من الأولاد إيها يرسب، زمان أنت خائف أن تمرض، عندما يكون عندك أولاد أنت خائف أن واحد من الأولاد يمرض، فكلما تكبر كلما يزيد الإيه التعب، كلما يكبر يزيد. أنا ملك، ملك مصر في تعب، طب أنا ملك مصر والسودان في تعبين، طب أنا ملك مصر والسودان واليمن في ثلاثة إيه تعب، فكلما زاد ملكي زاد إيه تعبي. أنا عندي كم من الأموال؟ صفر. أنا مش مشكلة، الدولار يرتفع الدولار ينخفض عادي مولانا، لكن الشيخ عندي مليون دولار فجأة الدولار ينخفض الشيخ يموت مولانا، الشيخ يموت. لكن ليس عنده دولار فرحان، عنده مليون دولار حزين. أنا في أيام الثورة في سيارات تسرق، أنا لا أهتم مولانا، ليه؟ ليس عندي سيارة، إيه المشكلة مولانا؟ سيارة سرقت، أنا ليس عندي سيارة. لكن من عنده سيارة، كان في بعض الناس عنده سيارة مرسيدس أو بي ام دبليو، كان يضعها في الجراج ويمشي بموتوسيكل. كيف تمشي بموتوسيكل وعندك سيارة؟ يخاف تسرق، يخاف إيه؟ لكن الشيخ مش مشكلة خالص، أنا عندي سيارة فيت 11 مولانا، تعرف فيت 11؟ الأقدام مولانا 11 الأقدام فيت إيه؟ 11. لكن الذي أنا عندي ليس 11، عندي مثلث يعني في قدم زيادة. سبحان الله، سبحان الله، بقدر ما أعطاك الله من نعم بقدر ما زاد الكبد، بقدر ما زاد الإيه خلق الإنسان، لقد خلقنا الإنسان فينها في الكبد. قول يا ابني. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض. الأمانة التكليف مولانا، الأمانة التكليف والجبال. شوف السماوات أكبر والأرض أكبر والجبال أكبر، لكن أنا أرفض، لا استغفر الله، أنا قبلته. لكن شوف ربنا بيوصفك، ها أي حملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. شوف ربنا بيقول إيه: إنه كان ظلوما لنفسه جهولا بحاله. ولذلك قال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم: لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. هذا حديث رواه البخاري مولانا عن السيدة عائشة: لو تعلمون ما أعلم، لأن الرسول أكثر علما فنحن أكثر جهلا فأكثر ضحك، وكلما ازداد الإنسان علما كلما عرف حقائق الأمور. أنا مثلا يعني غير مهتم بالماء مولانا، الماء يأتي الماء لا يأتي، إثيوبيا تفعل ماء لا تفعل ماء، غير مهتم مولانا. لكن وزير الري مهتم عشان عنده زراعة كتير، رئيس الوزراء أكثر اهتمام، الرئيس أكثر اهتمام، في حرب ما فيش حرب، في ماء ما فيش ماء، في زراعة ما فيش زراعة، في 20 مليون فلاح ينتظر الماء. أنا ما دام الشيخ يشرب ماء ما فيش مشكلة عندي، لأن أنا لست فلاحا. ما دام الشيخ يذهب إلى سوبر ماركت ويجد بطاطس وملوخية ما فيش عنده مشكلة، عشان كده الشيخ ظلوم وجهول. لكن كلما زادت المسؤولية كلما زاد الخوف أكثر. فهمت يا ابني؟ أنا لا يهمني الامتحان صعب ولا سهل، لأنني لست في الامتحانات، لكن أنت في الامتحان فيهمك. فكلما ازداد الإنسان علما ازداد حذرا وخوفا، عشان كده إنما يخشى الله من عباده مين؟ الذين عرفوا قدره. فكلما عرفت قدر الله كلما خفت من الله، وكلما جهلت قدر الله كلما تهاونت في الخوف من مين؟ من الله. ومن هنا العاصي يعصي وهو في أمان، لكن الطائع عندما يعصي يعصي وهو خائف، يعصي وهو إيه؟ خائف. يلا يا ابني. وما روي أن المنادي ينادي من قبل السماء: ليت الخلق لم يخلقوا، وليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقوا. لأنهم فرطوا، لماذا خلقوا؟ خلق للطاعة، إلا أنهم نسوا، نسي الإنسان لماذا خلق. وما خلقت الجن والإنس إلا إيه، وكذلك يقوله: وليتهم إذ علموا عملوا بما علموا،
وكذلك يقول السلف رضي الله تعالى عنهم فعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال وددت أني كنت خضرا. وددت يعني الحب، ودود يعني المحب، الوداد الحب، أني كنت خضراء تأكلني، يعني كان يريد أن يكون زرعا يفيد الدواب بأكله مخافة العذاب، لأن الزرع لا يعذب. يقول ويقول الكافر يا ليتني كنت أولى زيد. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع إنسانا يقرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هذه الآية ذكرها الإمام المحلي في تفسيره الجزء الثاني في الجلالين، قال لم يكن شيئا مذكورا لحقارته. أنت مين حتى ربك سبحانه وتعالى ينظر إليك؟ أنت مخلوق ضعيف، خلق من مين؟ من تراب. فهمتم؟ فقال ليتها تمت، يعني ليتها تمت، كان شيئا إيه لم يكن مذكورا، لكن الله أحياه وكرمه، ولقد كرمنا بني مين، لكن سيحاسبه. يلا يا بني. وقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه مات سنة 18 في طاعون عمواس، وهو أمين الأمة. أبو عبيدة بن الجراح كان ثالث ثلاثة، أبو بكر وعمر، وهو أمين الأمة. مات في الشام في طاعون عمواس سنة 18 هجرية. قول يا سيدي. طاعون يعني وباء كده، زي كورونا كده. كورونا ده يطلق عليه طاعون، يعني الوباء الكبير المنتشر يقال له إيه؟ طاعون. ليس طاعون مرض الطاعون الذي يأتي مع الفار ده، لكن الطاعون بمعنى مرض يعني شامل عام كده، زي كورونا كده. نعم، ربنا يستر علينا وعليكم وعلى كل بلاد المؤمنين. نعم. وددت أني كبش لأهلي. كبش يعني خروف فداء، يعني فداء. فيتفرق لحمي، خالة تأخذ 2 كيلو والجدة 4 كيلو وأبو 3 كيلو، ويتحسى مرقي. الحساء اللي هو الشربة، يقول لك أنا أريد أشرب حساء يعني شربة، ولم أخلق. سبحان الله، ربنا خلوه لكن هو خايف من العذاب. وعن وهب ابنها منبه، تشكيل منبه دي مهم، وهب ابن منبه تشكيلها مهم، الميم مضمومة والنون مفتوحة والياء شدة وفتحة. رحمه الله، خلق ابن آدم أحمق، أحمق يعني قليل الفكر والعقل، ولولا حمقه ما هنأه عيش. يعني أكبر دليل على أن الإنسان أحمق أنه يفرح بالدنيا. يفرح بمين؟ بالدنيا. قول يا سيدي. وعن الفضيل ابن عياض رحمه الله قال إني لا أغبط ملكا قط. أغبط يعني لا أتمنى أن أكون مكانه. إني أغبطك، لأنك ستذهب إلى الحج هذا العام، يعني أريد أن أكون مثلك. ولا نبيا مرسلا ولا عبدا صالحا، أليس هؤلاء يعاتبون يوم القيامة؟ يعني في عتاب من الله، كأنه يقول في حساب، لكن الأنبياء يدخلون الجنة من غير حساب، لكن في حساب. يا موسى أنت قلت للناس، يا عيسى أنت قلت للناس كده، يعني يا محمد هل بلغت؟ إلا أنه يرد على نفسه، إنما أغبط من لم يخلق. أغبط من لم إيه؟ يعني كلام صعب شوية، بس نسأل الله السلام. يلا هات آخر واحد عشان نقف هنا. وعن عطاء السلمي رحمه الله أنه قال، هو يعني السلمي كلام جميل، لكن يعني الأفضل السليمي، في ياء قبل الميم، يعني السلمي مش معتاد، ده غير عبد الرحمن السلمي، هذا غير عبد الرحمن السلمي. خلاص، قول يا سيدي. أنه قال لو أن نارا أوقدت وقيل من ألقى نفسه فيها صار لا شيء، يعني لا شيء، يعني لا يحاسب، لا جنة ولا نار. لخشيت أن أموت من الفرح قبل أن أصل النار. فهمتم؟ هذا كلام يعني يخافون من الله ويخافون من الحساب، ويتمنون أنهم لم يخلقوا حتى لا يدخلوا الإيه
لا يدخل النار وهم من الأولياء الكبار، نسأل الله السلامة. اللهم صل أفضل صلاتنا على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. آمين آمين، وصلي اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.